السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متتبعي الأوفياء، متتبعي قناة أجي نتعلم. اليوم في هذا الفيديو غادي نشوفو تقويم تشخيصي لمادة النشاط العلمي. هذا الأسبوع كامل إن شاء الله غادي نقضيو في تقويم تشخيصي لجميع المواد لجميع مستويات التعليم الابتدائي، ومع بداية الأسبوع المقبل إن شاء الله سنشرع في شرح بعض الدروس الأولية لدخول مدرسة ناجح إن شاء الله. على بركة الله، المجال الأول علوم الحياة. التمرين الأول، تمثل الوثيقة جانبه الجهاز التنفسي لدى الإنسان. هذا هو الجهاز التنفسي. السؤال الأول، أضع تعليقا للوثيقة، يعني يعطي واحد العنوان ولا واحد الشرح لهذه الوثيقة التي أمامنا. السؤال الثاني، املاء الفراغ بما يناسب. هذا على شكل ملخص اللي كيكون عندنا في مقرر النشاط العلمي. يتم التنفس عبر عمليتي، غادي تذكر هاد العمليتي ديال التنفس. اثناء الشهيق اشنو كيوقع لحجم القفص الصدري، هل يزداد ام ينقص؟ واثناء يصغر حجمه، امتى كيصغر حجمه؟ السؤال الثالث، أصل بسام، التعاطي للتدخين، ممارسة الرياضة، التنزه في الغابة، المكوث طويلا في الأماكن المغلقة. واش مفيد للجهاز التنفسي، مضر بالجهاز التنفسي؟ من هذه الأشياء اللي ذكرنا، فين هو المفيد وفين هو المضر؟ هنا أحدد مصدر التلوث بكتابة التعليق المناسب تحت كل صورة. هنا أشنو مصدر التلوث؟ هنا كذلك، وهنا، وفي الصورة الرابعة كذلك. نمر إلى التمرين الرابع، أبين دور البذور في محافظة النبات على نوعها من الانقراض. هذه كانت عندنا في الملخص ديال مقرر النشاط العلمي لمستوى الرابع ابتدائي. السؤال الثاني، أحدد طرق انتشار بذور النباتات في الطبيعة. السؤال الثالث، ألاحظ صورة جانبه وأحدد كيفية انتشار هذا النوع من البذور بوضع علامة أمام الاقتراح الصحيح، بعلامة فيه أمام الاقتراح الصحيح. واش بواسطة الحيوان، بواسطة الرياح، أو بواسطة الإنسان؟ أعلل إجابتي. التمرين الرابع، أصنف الأغذية إلى ثلاث مجموعات رئيسية. مجموعة ألف شنو كنسموها، المجموعة باء، والمجموعة تاء. أقترح وجبة غذاء متوازنة. اللي عليك هو أنك تقول واحد الوجبة اللي هي متكاملة. التمرين الخامس، أحدد أسماء التحولات التالية من حالة إلى أخرى. صلبة اشنو كيوقع عليها باش تولي سائله، السائله اشنو كيوقع عليها باش تولي غازيه، كذلك الغازيه اشنو التفاعل اللي كيوقع عليها باش تولي سائله، والسائله اشنو التفاعل اللي كيوقع عليها باش تولي صلبه. السؤال الثاني، عن طريق ماذا يمكن تحويل ماده من حاله سائله الى حاله غازيه. سؤال باء، من حاله سائله الى حاله صلبه. التمرين السادس، أضع علامة في أمام الخانة في الخانة المناسبة. السوائل قابلة للاندغاق، هل صحيح أم خطأ؟ الغازات قابلة للاندغاق، وش صحيح ولا خطأ؟ تتميز المادة السائلة بحجم ثابت وشكل متغير. تتميز المادة الغازية بشكل ثابت وحجم متغير. السؤال السابع، اقترح تجربة أبين من خلالها ضرورة وجود ثنائي أكسجين الهواء لاحتراق شمع. السؤال الثاني، على دفتر التقصي أرسم العدة التجريبية المقترحة. التمرين الثامن، استعين بالوثيقة أسفله
التي تمثل مجموعة من الكواكب الشمسية، وأحدد ما يلي: أقرب الكواكب إلى الشمس هو، هي الشمس، نشوفوا أقرب الكواكب. أبعد الكواكب عن الشمس هو. ترتيب الأرض ضمن كواكب المجموعة الشمسية هو. أشمل رقم الترتيب ديال الأرض في المجموعة الشمسية. التمرين التاسع والأخير: أذكر الموارد التي توفرها الأرض للإنسان. أذكر بعض السلوكات البشرية التي تؤدي إلى استنزاف هذه الموارد. السؤال الثالث: أقترح بعض الحلول للحد من هذه السلوكات. إلى هنا نكون سالينا هذا التقويم التشخيصي. نتمنى أنكم تجاوبوا عليه وتبحثوا على الأسئلة في المقرر السنة الماضية، وغادي نخلي لكم تصحيح إن شاء الله. غنديروا تصحيح جميع في فيديو قادم إن شاء الله. خليوا التعليقات ديالكم تتعلق بالأسئلة حول هذا الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله.